تميز. برنامج وطني صمم خصيصاً لطلاب الجامعات يسعى لتمكين الشباب الفلسطيني لدخول سوق العمل من خلال تعزيز الثقافة العامة وتحفيز التفكير النقدي البناء وتوسيع المدارك والمعارف ومهارات الاتصال والتعبير عن الذات من خلال محاور البرنامج التي تعزز المهارات الحياتية والانكشاف والمغامرة والتحدي والعمل التطوعي والإنساني والريادة الاجتماعية وريادة الأعمال، مما سيسهم في التهيؤ والاستعداد لسوق العمل وسيحسن من القدرة التنافسية في السوقين المحلية والدولية. ينفذ برنامج تميز من قبل منتدى شارك الشبابي وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإحدى عشرة جامعة فلسطينية وستة عشر من المراكز المهنية والتقنية. من إنجازات البرنامج خلال السنوات السابقة استفاد من البرنامج 4500 خريج نفذ في 12 جامعة فلسطينية، إنجاز 130 معسكر تدريبي واستكشافي، إنهاء 2500 ساعة تدريبية. امتد البرنامج على مدار 6 أشهر وما يقارب 150 ساعة تدريبية. إن كنت خريجاً ولديك الرغبة بتحقيق ذاتك وتطوير مهاراتك والتقدم خطوة أكبر باتجاه أهدافك وأحلامك، انضم إلى فريق تميز من خلال التسجيل عبر الرابط التالي.